إلى فات أصحاب شهادة أورانيا، إلى فات أصحاب شهادة أورانيا، نقول أربع سنين كورونات، نتائج حبس أربع سنين. أنا كلفنا محمد ياسين واتصل بكم وبعثتوا شكون يمثل كانوا أصلا لا سامحوا بعدناش لا بعدناش بعد جاء الجلسة بعد جاء 12 واحد ممثل رافع راهو ممثل احنا كنا كقوة دفع معاكم احنا ندفعوا نحاولوا ندزوا معاكم لإيجاد حل من الموقف واللي قمنا به سمح واللي قمنا به قام به حتى وزارة وقفنا معاكم جاهزين لما السبيطار السبيطار السيد الوزير والمالك السبيطار السبيطار الجديد هذا هو صحيح قبل السبيطار الجديد السبيطار فلوسه مسبوبه كل شيء لكن مع الاسف 12 وقت مشاو السبيطار السبيطار جاوا اكثر من 150 اخرين وعملوا مشاكل غادي السيد الوزير احنا تو انا نغمت لكم احنا ما عندناش تبعنا انا نغمت لكم لا لا نكمل انا نغمت لكم اربع وزير التشغيل والماليه رئيس الحكومه او قمت بالواجب اللي نجم له ملف عارفين انه مش حل عنه ولكن انا جيت قلت قوه دفع معك سيدي انا كي شفتوا هذه كي شفتوا شو ناس ضربتوا حتى مصداقيتي كي جاوا الناس هكاك وبدوا كذب وتخوف في بعض ضربتوا مصداقيتي قال لي انا ما جيت دفاع وعملت معاكم انا بس اقول لك انا ما قصيت انا بس اقول لك 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 انا